وللمزيد حول استمرار تظاهرات الخريجين في عدد من المحافظات في ظل تجاهل تام من الحكومة لمطالبهم، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. مرحبا بك معنا. أهلا بك، أهلا بكم مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. في ظل التظاهرات التي خرجت اليوم في الناصرية وعدد من المحافظات للخريجين، إلى ماذا ترجع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المحافظات ولا سيما لهذه الشريحة المهمة من المجتمع؟ أخي الكريم، أنت تعلم كما الكل يعلم أن العراق يتخرج فيه كل عام آلاف الطلاب. هؤلاء الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات العراقية في كل المحافظات جلهم أو 90%، قل 90% منهم لا يجدون وظائف بعد تخرجهم. طبعا مع هذا الغلاء الفاحش الذي ضرب الاسواق العراقيه، مع تصاعد البطء في البلاد، خرج الشباب في محافظات البصره وميسان وذي قار المطالبه بالتعيين. التربويين خرجوا واغمقوا الشوارع القريبه من مقرات الوزاره، مقرات المراكز التربويه والمدارس يبحثون عن شمولهم بقرار 315 الخاص بالمحاضرين. خريجي النفط والمعاهد النفطيه خرجوا واغلقوا الطرق المؤديه الى شركه نفط ذي قار. طبعا المحاضرات ال 13 او 12 الاخرى ليست افضل من ميسان او ذي قار او البصره، لكن بعض هذه المحاضرات فيها مشاكل. ربما بعض هذه المحاضرات إن خرج طلبتها أو خريجوها في مظاهرات ربما تسيس أو يتهم المتظاهرون بأنهم خارجون عن القانون. نعم. الأجرى كانت المظاهرات اليوم الطلاب الخريجون وصلوا إلى نفط شركة نفط ذي قار وأغلقوا الطريق الواصل إلى الشركة وهددوا بالتصعيد. آلاف الطلاب بلا وظائف، ارتفاع مستويات البطالة في البلاد مستمر، آخرها طبعا المعدلات الضخمة. البطالة تقريبا 30 إلى 40% بين الشباب خصوصا الخريجين. نعم. هل تتوقع أن هذه الفعاليات قد تجبر الحكومة وتضغط على الحكومة من أجل توفير وظائف لهؤلاء الخريجين؟ أخي الكريم، الحكومة طبعا معالجتها جدا ضعيفة. كل عام هي تصدر أوامر تعيينات لكن لا تغطي كل الخريجين. بالعام الماضي في البصرة مثلا الحكومة أعطت 1000 درجة لخريجي البصرة، لكن الخريجون في محافظة البصرة بلا ربما 5%، الألف 5% من خريجي الخمسة، أين يذهب 95% في المئة المتبقون بدون عمل؟ هم خريجون حالهم حال أي خريج. طبعا هذه الألف درجة لم توزع بالعدل ولم توزع حسب اختبارات أو انقياضية، هي بيعت من قبل المدراء العامون في وزارة النفط وفي الوزارات الأخرى. أسعار الدرجات الوظيفية من 5000 تبدأ من 5000 دولار إلى 15000 دولار حسب الوزارة وحسب الدائرة التي يتعين فيها هذا. نعم. الخريج يعني الوضع غير طبيعي جدا. هذه مع قلة الوظائف ومع قلة التعيينات ومع قلة درجات الحذف والاستحداث إلا أنها تباع من قبل المدراء العامون والموظفون المتنفذون في الدوائر الحكومية والوزارات. هل تعتقد أستاذ عبد الله أن الأزمة المالية التي تدعيها الحكومة هي العائق الحقيقي أمام وجود توفير درجات وظيفية للخريجين المطالبين بالوظائف؟ لا أبدا. طبعا الحكومة الحالية سعرت النفط، سعرت الميزانية ميزانية العام الماضي ب 45 دولار، الآن خام برنت اليوم هو 97.5 دولار، أي ما يعادل الضعف سعر المسعر في الموازنة السابقة. الأمر سياسي، الأمر مدبر، الأمر هو قول الحكومة أنها لا تستطيع تعيين
اكثر من 3 مليون، وهذا باتفاق اعتقد اتفاق حكومي كما تدعي، حكومي مع منظمات دوليه، لانه نسبه الموظفين لدى الدوله يجب ان لا تتجاوز 3 و4 ملايين، يعني حسب البنك المركزي العالمي. البنك المركزي العالمي للعراق كما تدعي الحكومه وبعض الوزارات، العراق لديه اتفاقيات مع المجتمع الدولي، وبهذا لا يستطيع التعيين اكثر عدد ممكن. الحكومه لديها اموال في البنوك، ايرادات النفط فقط في هذا الشهر 8 مليار دولار، 8 مليار دولار رقم كبير جدا. المصروفات الحكوميه، الحكومه الان معطله، العراق خرج او دخل في دوامه، الحكومه الان معطله، والدستور لا يمكن العمل به، خصوصا فيما يخص التعيينات والاستحداث. طيب اخيرا، الحكومه في بغداد والتي تنفق على القوات الامنيه والميليشيات وحراسات الوزراء المليارات، لماذا لا يتم ترشيد هذه النفقات لمصلحه الخريجين برايك؟ الامر كما قلت، الامر مدبر، الامر متعمد، وتجويع الشعب واذلال الشعب وعدم الاهتمام بالخريجين. الحكومه ليس بيدها شيء، حلولها ترقيعيه جدا، لكن يعني لا ترقى الى المستوى المطلوب. قد تستحدث الحكومه الاف الدرجات في بعض الوزارات، لكنها تضاع. اولا هي لا تكفي نسبه 5 الى 10% من نسب الخريجين في الجامعات العراقيه، خصوصا في الخمس سنوات الاخيره. انا مثلا خريج جامعتين، وللان لم احصل على وظيفه ولم اتقدم الى اي وزاره لاني اعلم ان كل التعيينات هي تباع. الحكومه لا تقدم اي درجات وظيفيه ولا تستحدث اي درجات وظيفيه، وان استحدثت هي تباع من قبل المدراء العامين وبعض النواب وفي كل الوزارات. حتى في الوقف السني هناك درجات الان تباع في 3000 دولار حتى تصل الى 7000 دولار. نعم، أشكرك جزيلا الصحفي العراقي من بغداد عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.